الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي ويوجه بالعمل على رفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي. لليوم 13 بعد المئة على التوالي، قوات الاحتلال تواصل استهداف منازل الفلسطينيين في غزة، وترتكب 18 مجزرة في يوم تسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. بعد تهديد إسرائيل بمنع وكالة الأونروا من العمل في غزة، حماس تندد بالتهديدات، ورام الله تطالب الدول التي أوقفت دعمها للوكالة بالتراجع. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تفعيل مبادرة بنك المعرفة المصري بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي، وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أوضح أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، حيث عرض السيد وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق. كما اطلع السيد الرئيس على برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المضطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين والجهود الجارية في هذا الصدد لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار. واطلع السيد الرئيس كذلك على تطورات تفعيل مبادرة تحالف وتنمية التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة لوضع خطط تنموية نابعة من كل إقليم ومحافظة تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية. وقد خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ 1 مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة. كما شهد الاجتماع عرض تطورات مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تفعيل هذه المبادرة بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا، ويضمن تعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر. وقد تطرق الاجتماع أيضا إلى جهود تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة أعدادها وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات وتقديم خدمات علاجية حديثة، حيث تم استعراض ميزانية المستشفيات الجامعية التي ارتفعت 3 أضعاف خلال الأعوام 10 الأخيرة لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية. كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجابا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميا وعالميا، وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر. نظمت القوات المسلحة بمعهد المهندسين العسكريين تدريبا مشتركا مع الجانب البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة بمشاركة عناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين،
وتضمن التدريب مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية للأساليب المتطورة في التعامل الأمثل مع العبوات الناسفة باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت. انطلقت فعالية التدريب المشترك المصري الهندي إعصار 2 بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية، والذي يستمر على مدار عدة أيام بما يدين التدريب القتالي لقوات الصاعقة في مصر. ويتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين. ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. اظافرنا ان شاء الله غير نطلعهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 13 بعد المئة على التوالي ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في القطاع. وقد استشهد وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف الاحتلال المتواصل لمنازل الفلسطينيين في دير البلح ومخيم النصيرات بوسط القطاع وفي خان يونس بالجنوب، كما استهدف قصف محيط مستشفى النصر في خان يونس ومدينة رفح بجنوب القطاع وحي الزيتون بجنوب شرق مدينة غزة وحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. هذا وأكدت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة الماضية 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 إصابات، كما أكدت ارتفاع عدد ضحايا القطاع إلى 26257 والمصابين إلى 64797 منذ 7 من أكتوبر، فضلا عن نحو 8000 مفقود تحت أنقاض المنازل المهدمة. حذرت الأمم المتحدة من وجود تهديدات حقيقية تجعل من قطاع غزة مكانا غير صالح للعيش على الإطلاق. ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وما يرتكبه من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين. يوما بعد يوم يثبت لنا الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يستهدف فصيلا بعينه كما يدعي، بل يقوم بعملية تطهير عرقي وإبادة ممنهجة مخطط لها منذ زمن لسكان غزة لأسباب أصبحت لا تخفى على أحد. فقد حذرت الأمم المتحدة من أن الطقس البارد والممطر في قطاع غزة بالإضافة لانتشار الأمراض القاتلة والأوبئة جميعها تهدد بجعل القطاع الفلسطيني الذي مزقه العدوان الإسرائيلي غير صالح للعيش على الإطلاق. الأمر لم يعد قتلا عن طريق القصف المستمر، بل هي إبادة بكل الطرق الممكنة، وأولها تصفية غزة من كل مقومات الحياة عن طريق هدم المباني وتجريف الأرض واستهداف البنى التحتية والمستشفيات والتجويع. فمن لم يمت بالقصف سيموت حتما جوعا أو بردا أو مرضا، مع النقص الشديد للمساعدات الطبية والإنسانية بسبب التعنت الإسرائيلي. فالأمم المتحدة من جانبها نشرت تقريرا يفيد أن 93% من سكان غزة يواجهون المجاعة بحلول فبراير، حتى إنهم صاروا يتناولون علف الحيوانات غير عابئين بأضراره التي قد تنتج على مدى قريب أو طويل في أكبر وأعنف مجاعة تشهدها بقعة على الكرة الأرضية في العصر الحديث.
ليس هذا فحسب، بل إن حجم ركام الدمار الهائل الذي تشهده غزة ويتكون من 15 مليون طن من الأنقاض تغطي غزة هي مزيج سام من الغبار والرماد ومواد أخرى تذكرنا بمأساة ناكازاكي وهيروشيما، وهو أمر سيؤدي على المدى البعيد إلى آثار صحية خطيرة على سكان غزة المتبقين على قيد الحياة. ليظل السؤال مؤرجحاً حول ملامح الأزمة الإنسانية التي ستواجه الفلسطينيين أصحاب الأرض حتى في حال عودتهم للقطاع المنهار بعد ما أسماه المجتمع الدولي باليوم التالي. وإلى الضفة الغربية، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 مواطناً فلسطينياً في الضفة، ذلك منذ صباح أمس، بينهم أسرى سابقون. وأشار النادي الأسير الفلسطيني إلى أن حملة الاعتقالات الأخيرة رفعت عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 6305 منذ أكتوبر الماضي. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن خطر الزحف الاستيطاني الإسرائيلي في المناطق المصنفة جيم بالأراضي المحتلة يشكل تهديدا للوجود الفلسطيني. وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي إلى ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين الإسرائيليين بهدف إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى تسليم سلطات الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي تجمع أبو النوار 11 إختار بهدم منشآت سكنية وزراعية. هذا وتشهد إسبانيا حاليا تظاهرات حاشدة دعما للقضية الفلسطينية، ويطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل دقيق. طلب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الدول التي أعلنت وقف دعمها لوكالة الأونروا بالعودة فورا عن قرارها. وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار وقف دعم الأونروا ينطوي على مخاطر كبيرة على المستويات السياسية والإغاثية. نددت حركة حماس بالتهديدات الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إثر اتهام الحكومة الإسرائيلية موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر. ودعت حركة حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. وأشار كاتس إلى مزاعم إسرائيل بضلوع عدد من موظفي الوكالة الأممية بضلوع في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، لافتا إلى أنه سيسعى إلى حشد الدعم في هذا الإطار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية للأونروا. هذا وتوالت ردود الأفعال الدولية بشأن المزاعم الإسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي وكالة الأونروا في هجوم 7 أكتوبر الماضي. يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدا برئاسة المملكة المغربية بناء على طلب فلسطين. يأتي الطلب الفلسطيني لاتخاذ موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة التي يتحتم على إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال تنفيذها والالتزام بها. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل، ذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة بناء على طلب الجزائر. وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات رئاسية لطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أكدت الخارجية الفلسطينية أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وأضافت الخارجية الفلسطينية أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يعد تحد إسرائيلي لقرار المحكمة الدولية وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، كذلك إجبار سكانه على نزوع قصرية. كما أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، معتبرة إياها أحكاما مسبقة وأعداء مبيتا يستهدف تصفية قضية اللاجئين ولحقوقهم. رحب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بقرار محكمة العدل الدولية والرامي إلى وقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت اللجنة على ضرورة تنفيذ إسرائيل التدابير الملزمة المؤقتة لمنع إلحاق المزيد من الضرر بالسكان المدنيين الفلسطينيين، داعية المجلس الأمن الدولي إلى التأكد من تنفيذ أمر المحكمة بما في ذلك قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. أصدر عدد من المدن الأمريكية قرارات بشكل منفرد خلال اجتماعات مجالسها المحلية تطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة حماية للمدنيين وإنهاء للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في القطاع. هذا وتحث القرارات للرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس على الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بشكل أسرع. أكد المجلس النرويجي للاجئين أن ما يحدث للمواطنين الفلسطينيين لا يمكن مقارنته بما حدث للإسرائيليين في 7 أكتوبر. وأضاف المجلس النرويجي للاجئين أن مأساة الفلسطينيين لا توصف، لافتا إلى أن حجم المذبحة في غزة يؤكد أن الحرب بين إسرائيل وحماس ليست صراعا بين طرفين متساويين، مدينا ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من قتل للآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتدمير هائل في مختلف مناطق قطاع غزة. طالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقراته وطواقمه في مدينة خان يونس، مشددا على أن الحصار والقصف يهددان سلامة طواقمنا والجرحى والمرضى والنازحين. من ناحية أخرى، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها قد تسلمت 85 شاحنة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصرية، ذلك عبر معبر رفح. وأضافت الجمعية أن الشاحنات كانت محملة بالطعام والماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية، فيما لم تدخل أي شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري إلى هناك. محمود، حدثني عن المساعدات، هل وصلت مساعدات جديدة اليوم؟ ماذا عن حملة الجنسيات المختلفة؟ هل هناك مزيد تم إدخالهم اليوم؟ تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين. هي جهود مصرية مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لكن فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية نتحدث عن أنه اليوم السبت هو إجازة رسمية بالنسبة للمنفذين الخاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، منفذ كرم أبو سالم أو العوجة، فبالتالي لا يكون هناك دخول شاحنات في هذا اليوم، لكن هناك عدد من الشاحنات التي وصلت إلى الجانب الفلسطيني، وهذه الشاحنات ربما بعد انتهاء إجراءات التفتيش التي انتهت بالأمس، نتحدث عن 80 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني، ولكن هذه الشاحنات من الشاحنات المترصة أمام المعبرين هناك من الجانب الإسرائيلي بعد انتهاء عملية التفتيش، وهذا بالطبع ما يعوق وصول دخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات. أيضا على الجانب الآخر فيما يتعلق ببوابة معبر رفح المصري، لازال عدد المصابين والجرحى يستقبلهم المعبر يوميا، نتحدث عن حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 20 مصاب تم وصولهم إلى معبر رفح، بالإضافة بالطبع إلى عدد من الجنسيات المزدوجة ورعايا الدول الأجنبية، وهنا يكون هناك بعض الممثلين لسفارات هؤلاء الرعايا لاستقبالهم طبعا وانتهاء الإجراءات، وسط تيسيرات تقدم لكل الوافدين من خلال معبر رفح المصري، ووجود بعض أيضا وسائل النقل الخاصة لغير رعايا الدول الأجنبية ممن
يتجهون إلى أي وجهة داخل جمهورية مصر العربية. هذا على الجانب الآخر أيضا فيما يتعلق بتجهيز المساعدات داخل مدينة العريش، وخاصة منذ الأمس وحتى اليوم نتابع حركة كبيرة في تجهيز المساعدات خاصة داخل المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري. بالأمس كنا نتابع وصول عدد من المساعدات من محافظة سوهاج، مدون عليها بعض أيضا العبارات الداعمة والعبارات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، وهنا لافتة جميلة تؤكد على دعم المصريين للأشقاء الفلسطينيين في إرسال المساعدات أيضا وإرسال بعض الكلمات والجمل التي تدعمهم طبعا نفسيا من خلال هذه المساعدات. بالإضافة إلى كان هناك أيضا يعني تجهيز لبعض المساعدات السعودية التي وصلت بالطبع عبر القوافل المختلفة التي وصلت منذ أيام لميناء بورسعيد. بالإضافة بالطبع إلى اليوم كان هناك أيضا عدد من تجهيز الشاحنات، وهذا يدل على أن لم يتم التوقف عن تجهيز المساعدات داخل مركز الهلال الأحمر المصري، بل يتم تجهيز عدد آخر من الشاحنات الكبيرة التي تصطف في مدينة العريش، خاصة أنه بالأمس كان هناك عدد من الطائرات قد وصلت، نتحدث عن 5 طائرات، بالإضافة بالطبع إلى طائرة قطرية أخرى وصلت اليوم وتحديدا منذ قليل، نتحدث عن وصول طائرة قطرية على متنها 7 أطنان من المواد الغذائية. فبالتالي بيتم تفريغ هذه الطائرات من المواد المحملة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ثم بالطبع يعني تجهيز الشاحنات التي تنقل هذه المساعدات إلى معبر رفح، بالإضافة طبعا إلى المساعدات التي تصل إلى ميناء العريش أيضا، لأنه بالأمس كانت هناك طائرة فرنسية بها بعض المستلزمات الطبية التي ذهبت مباشرة إلى المستشفى العائم في السفينة الفرنسية التي كانت موجودة حتى صباح هذا اليوم في ميناء العريش، ولكن يعني في مساء اليوم غادرت هذه السفينة إلى فرنسا بعد انتهاء مهمتها في معالجة المصابين والجرحى، وتبقى السفينة الإيطالية هي السفينة المتواجدة في ميناء العريش حاليا لدعم أو تقديم الخدمة العلاجية للمصابين والجرحى، بجانب بالطبع المستشفيات المصرية التي تقدم كل الخدمات سواء الشيخ زوايد أو العريش أو بئر العبد، أو حتى وجود أيضا الوحدات السكنية لإيواء المرافقين والجرحى والعالقين الفلسطينيين بتقديم كل الخدمات. ودائما وأبدا ما تؤكد مصر من خلال محافظة شمال سيناء على استمرار كل هذه الخدمات للأشقاء الفلسطينيين والقدرة على استيعاب أكبر عدد من المصابين والجرحى، وهذا ما يعني تقدمه مصر منذ اللحظة الأولى دعما للأشقاء الفلسطينيين. فنتحدث عن بالفعل محمود جميل، كنت معنا مراسل التلفزيون المصري من العريش، شكرا جزيلا لك. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. قوات الحوثي تشن هجوما على ناقلة نفط في خليج عدن، وواشنطن ولندن تستهدفان مواقع إطلاق صواريخ بمدينة الحديدة اليمنية. أعلن الجيش الأمريكي تدمير صاروخ مضاد للسفن كان في وضع الاستعداد للإطلاق من قبل قوات الحوثي اليمنية، مؤكدا أن الصاروخ كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. هذا وأكدت قوات الحوثي اليمنية أن قواتها البحرية نفذت عملية استهداف ناقلة النفط البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها. وذكر المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي أن قوات الحوثي قد استخدمت عددا من الصواريخ البحرية المناسبة وأن الإصابة كانت مباشرة. هذا وأكدت قوات الحوثي أن غارات جوية أمريكية وبريطانية تستهدف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن. أعلنت شركة أمبراي البريطانية للأمن البحري تبادل فريق أمني على متن ناقلة بضائع إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان. وأوضحت شركة أمبراي أن الزورق اقترب لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.
اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف تابعة لقوات الحوثي ليست الحل. وأكد العليمي خلال تصريحات صحفية أن الحل هو القضاء على قدرات قوات الحوثي العسكرية، وأضاف أن الحل هو أيضا إقامة شراكة مع الحكومة الشرعية للسيطرة على هذه المناطق واستعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تدمير قدراتهم العسكرية لوقف الاستهدافات في البحر الأحمر. أعلنت رئاسة الوزراء العراقية انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أكد أن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لاستقرار البلاد، لافتا إلى استهداف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني البحث عن الصيغة الأمثل لإنهاء مهمة التحالف بما يضمن تحقيق هذا الاستقرار. أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع عن التزام الحكومة الفيدرالية برفضها القاطع للأطماع الإثيوبية في البحر الصومالي. وخلال مشاركته عن بعد في مناسبة نظمتها الجالية الصومالية المقيمة بمدينة مينستونا الأمريكية، أكد الوزير الصومالي عن التزام حكومة بلاده بحسن الجوار والتعاون، مشددا على أنها لن تسمح بانتهاك سيادتها واستقلال أراضيها، محذرا إثيوبيا من العواقب التي سوف تضر بأمن المنطقة والعالم. أعلن سلاح الجو الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات بنور الطيار الهجومية الأربع من طراز شاهد التي أطلقتها روسيا في مهمات قتالية. وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه تم تدمير الأربع طائرات في منطقة كريفوهاراد. وأوضحت هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة الأوكرانية أن الجيش الروسي هاجم البنية التحتية المدنية في سلوفيانسك بمنطقة دونيسك بصاروخ باليستي من طراز إسكندر، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن. قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا يوري مالاشوكو إن القوات الروسية قد قصفت 19 مدينة وقرية تابعة للمنطقة 86 مرة خلال الساعات الماضية. وأوضح مالاشوكو أن عدة بلدات في زابوريجيا قد تعرضت للقصف باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق، ما أسفر عن تضرر منشآت مدنية. رصدت تايوان 33 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية في محيطها في غضون 24 ساعة، ويعتبر هذا هو العدد الأعلى منذ الانتخابات الرئاسية في 13 من يناير حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية. وعبرت 13 طائرة من الطائرات العسكرية الخط الأوسط الفاصل غير الرسمي بين الصين وتايوان الذي لا تعترف به بكين، على ما أضاف المصدر نفسه. وانتخب التايوانيون رئيسا للجزيرة لاي تشينغ تي من الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تعهد بحماية تايوان مما أسماه تهديد وترهيب بكين. تواصلت فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولية للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. وتأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة، وتقام الفعاليات حتى 6 من فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. وللمزيد من المتابعة بينضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. يعني رامي، صف لنا المشهد لديك.
تحياتي لك ولكل متابعينا في هذه المتابعة لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. ونحن كما نشاهد الآن من خلفي لا يزال الجمهور بين قاعات وصالات عرض الكتب بالأجنحة المختلفة يتوافد على قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ الصباح وحتى اللحظة، ومستمر أيضا الحضور بتجاوز أعداد بلغت المئات، 400 زائر على مدار 400 ألف زائر على مدار هذه الأيام الأولى. ونحن نتحدث أيضا عن فعاليات متنوعة وكبيرة ليست فقط هنا بين صالات العرض والأجنحة المختلفة بدور الكتب والناشرين، أيضا هناك عدد من الفعاليات المتنوعة الأخرى فيما يخص الندوات وحفلات توقيع الكتب، وأيضا الفعاليات الثقافية في القاعات الأخرى المخصصة للندوات. كانت هناك عدد من الندوات الكثيرة على مدار اليوم، منها ندوة الحوار الوطني أيضا، وهناك العديد من الفعاليات التي تقام خارج صالات معرض القاهرة الدولي للكتاب، سواء للسيرك القومي أو الفعاليات الفنية والفرق الفنية المختلفة، وأيضا جناح الطفل الذي يحضر بقوة من خلال ورش الرسم والتلوين وأيضا الحكي للأطفال. هذه هي فعاليات هذا اليوم، اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإليك الكلمة. رامي، يعني صف لنا أو ماذا عن الأعمار المختلفة المتواجدة داخل المعرض، الفئات العمرية؟ الأسرة، نعم، الأسرة المصرية بأكملها حاضرة منذ الصباح وحتى اللحظة، ويمكن يظهر من خلفي من خلال الحضور الجماهيري نتحدث عن وجود للأطفال في أجنحة الطفل. أيضا الشباب وجدوا الكثير من المواقع سواء في الندوات أو الفعاليات الثقافية أو أيضا الدور الخاصة بالكتب التاريخية والفلسفية والأدبية التي أقبل عليها الشباب بشكل كبير. وأيضا هناك عدد من الأجنحة الأخرى التي كانت بها عدد كبير من كبار السن، وأيضا الفئات المتنوعة للأسرة المصرية، الأسرة المصرية بكافة الفئات والأعمار حاضرة وبقوة في هذه الأيام الأولى من معرض القاهرة الدولي للكتاب. عودة إليك. هل هناك حضور للأطفال يا رامي؟ الأطفال؟ نعم، الفئة العمرية للأطفال. الأطفال بالفعل، الأطفال، نعم، فئة الأطفال حاضرة وبقوة. وأيضا نتحدث عن معرض الطفل والجناح الخاص بالطفل بعدد من ورش الرسم وأيضا التلوين والحكايات الخاصة بالأطفال، وأيضا السيرك القومي، هناك أيضا عدد من الفعاليات الخاصة به، وأيضا الفرق الموسيقية والفنية التي تعرض العديد من العروض الخارجية خارج القاعات للأطفال. لا، الأطفال حاضرون أيضا بقوة. هناك الكثير من اللقاءات التي أجريتها على مدار هذا اليوم مع بعض الأسر، كانوا على حرص كبير بحضور الأطفال حتى يزرعوا بداخلهم الثقافة، ثقافة القراءة وحب الكتب أيضا. رامي محمد، مراسل التلفزيون المصري من معرض الكتاب، شكرا جزيلا لك. على هامش الاحتفال بعيد الشرطة وفي إطار الاهتمام بقادرون باختلاف، شاركت وزارة الداخلية القادرين باختلاف الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تنظيم زيارة لهم إلى المتحف القومي للحضارة ووادي الفروسية، وهما يؤكدوا حرص وزارة الداخلية على التفاعل والتواصل معهم ومشاركتهم كافة الاحتفالات. استمرار لاهتمامها الكبير بالأشخاص ذوي الهمم وتنفيذ لاستراتيجية الدولة بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، شاركت وزارة الداخلية القادرون باختلاف الاحتفال بعيد الشرطة 72، حيث نظمت زيارة لهم ولذويهم إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط في إطار مبادرة كلنا واحد. زيارة هي الأولى للبعض منهم، لكنها أدخلت البهجة في نفوسهم ليس بهذه الزيارة فقط، ولكن لهذا الاهتمام بهم الذي لمسوه من الوزارة. مصر الأمل، ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها. رحمة أول مرة بتزور المتحف وفرحانة جداً ومبسوطة بالأجواء اللي احنا فيها ديت. أنا أول مرة أشوف مناظر زي دي،
وسياده الضباط مهتمين بينا اهتمام كبير جدا. لولا السيسي ولولا دعمه للولاد ده ما كناش هنقدر نوصل للمكانه دي واللي هم فيه دلوقتي. بقى فيه اهتمام جامد بيهم وبيوروهم كل بيودوهم رحلات لاماكن عمرهم ما شافوها، بيدولهم دعم نفسي وبيدولهم هدايا. مبسوطه قوي ان انا جيت المتحف وشفت اصحابي، واشكر الضباط جدا ان هم ورونا البوميه والحاجات دي وانا قريتها، وكان اليوم كان جميل. نشكر الرئيس السيسي على الاهتمام بالاولاد ذو الهمم، بجد يعني هو ظهرهم والمجتمع كله بقى شايفهم. احنا متشكرين لحضرتك السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يخليك لينا يا رب. اجمل حاجه اقولها بلدي التاريخ، بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يوقف وينحن لها احترام. بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي 100 سنة صعب اوصفها بكلام. تعرف القادرون باختلاف على مقتنيات المتحف التاريخية المعروضة وفقاً لأحدث نظم العرض المتحفي مع مشاهدة عرض مسرحي تاريخي. فليشهد الإله عرش مصر طاهر ولم تلوثه قطر الدماء، ودي رسالة لكل الأجيال في المحبة والسلام. الحفلة دي برضو بتبسطنا قوي وبتخلي الناس كلها تتصور معانا، وانا مبسوطة قوي ان انا في وسطيكم. مبسوطة وجينا المتحف هنا، انا انبسطت معاهم وصورنا مع الضباط. احنا مبسوطين جدا بالرئيس بيقدمه لكل ولادنا، وهو اللي خلى ولادنا كلهم يعني بقى ليهم مكانة في الدولة يعني. شكرا لك يا رئيس، شكرا على كل حاجه اللي انت بتعملها معانا، ويا تحيا مصر. انتقلت وزارة الداخلية باحتفالاتها بالقادرون باختلاف إلى وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، حيث استمتعوا بعروض متنوعة قدمت لهم وشاهدوا مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد ورياضة الكلة. انا بجد بجد بسود جدا وسعيد اني فخور اني كل الناس بتهتم بينا. اهتمام واضح في كل مكان، كل مكان بنروحه بيبقى فيه تقدير ليهم كبير قوي. بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بمبادره كلنا واحد، وبشكر الوزاره الداخليه، وبشكر لكل ضباط الشرطه اللي دعمنا وبيسندنا. طبعا نشكر رئيسنا، ربنا يحفظه يا رب ويجعله سند لمصر ويحفظه ويحفظ بلادنا وشعبنا وجيشنا ويحفظ بلدنا، اللهم امين يا رب العالمين. انا مبسوطه جدا جدا وشكرا على الرحله الجميله دي، لان فعلا انتوا بتدونا طاقه ايجابيه. النهارده يوم جميل ويوم اجمل، مبسوط جدا. رئيس عبد الفتاح السيسي يعني عمل مبادرة جامدة جدا بأن هو اهتم بيهم وخلى الدولة كلها تهتم بيهم وخصوصا الشرطة. فأنا بزيارة هنا مبسوطة قوي أنا وأصحابي برضو. تحيا مصر. كما أتيحت لهم الفرصة لركوب الخيل والاستمتاع بأجواء ترفيهية. أنا سعيد وفرحان وركبت حصان وبشكركم جدا جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تضمنت الاحتفالية أيضا بوادي الفروسية عروضا لكلاب الأمن والحراسة، وامتدت الاحتفالات إلى منتجع عين الحياة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط التابع لوزارة الداخلية،
حيث نظمت لهم الوزارة احتفالية غنائية شهدت تفاعلاً من القادرون باختلاف مع العروض المتنوعة المقدمة لهم، حيث أثنوا على ما تقدمه وزارة الداخلية وعلى هذه الاحتفالية المتنوعة. الحفلة النهاردة كانت جميلة جداً جداً، ويوم ترفيه للولاد انبسطنا فيه جداً، أولياء الأمور والأولاد، ركوب الخيل والفروسية وعروض جميلة عملوها لنا وحاجات جميلة جداً، يوم فعلاً ترفيه جميل جداً. شكراً وزارة الداخلية، شكراً رئيسنا الجميل المحترم عبد الفتاح السيسي. نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بأولادنا، وربنا يبارك فيه ويسدد خطاه بإذن الله. شجرة الباحة، بحبك قوي اساسا قوي. مش ابطال وصوت تجبل في الصخر نفوت ونهد الاعالي. وشهدت الاحتفالية توزيع هدايا عينية على القادرون باختلاف، لتؤكد احتفالات وزارة الداخلية بالقادرون باختلاف عن مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم وحجم الدعم والمساندة المستمرة لهذه الفئة على مدار العام، والتي تتوافق مع توجه الدولة نحو دعمهم وتقديم الرعاية لهم. من منطلق المسؤولية المجتمعية والإنسانية لوزارة الداخلية، تأتي مشاركة الوزارة الأشخاص ذوي الإعاقة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيارات واحتفالات متنوعة تسهم في رسم البهجة والفرحة على وجوههم، إضافة إلى الخدمات المختلفة والتيسيرات المقدمة لهم في كافة المواقع الشرطية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي البحث الرئيس لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتطوير الشخصية المصرية للحفاظ على روح الولاء والانتماء للدولة المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة. ويأتي البحث في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، ذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مقدما الشكر لإدارة الشؤون المعنوية وكافة القائمين على إعداد البحث، مؤكدا على أهمية اتباع أحدث الأساليب العلمية في التخطيط والإعداد لمعالجة المشكلات، مشيدا بالجهد المبذول في البحث وأهميته لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدعم الجهود الوطنية المخلصة وإعلاء مصلحة الوطن. كما استمع القائد العام للقوات المسلحة لآراء واستفسارات الحاضرين وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، معربا عن تقديره لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري. الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة ومحمد عبد الله. شكرا زحر وشكرا حكمة. إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أكدت الحكومة أن أعمال إنشاء صومعة الأقمح المستوردة بميناء غرب بورسعيد بطاقة تخزينية تصل إلى 100,000 طن قاربت على الانتهاء. وأشارت الحكومة إلى أن تكلفة إنشاء الصومعة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13.2 مليون يورو قرض من صندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه. وتم وضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب التي تتكون من 8 خلايا بميناء غرب بورسعيد في نهاية أكتوبر عام 2021. المشروع متكون من 8 خلايا تخزين، 4 بسعة 14,000 طن و4 بسعة 11,000 طن، ومزود ب2 شفاط على رصيف عباس بقدرة 600 طن ساعة لكل شفاط. التخزينية عندنا في الصوامع هنا 100,000 طن،
متقسمة على 8 خلايا، 4 خلايا 14000 طن و4 خلايا 7500 طن. احنا المشروع هنا قائم على خرسانات بلبش زي ما احنا شايفين كده، وفي انفاق تحت، واستخدمنا نظام معين في موضوع الخرسانة اللي تحت عشان خاطر نمنع تسرب المياه داخل الانفاق، لان دي كانت مشكلة بتقابلنا كتير في الصوامع الموجودة قبل كده. انطلقت فعاليات الجلسة المعلوماتية بعنوان التعاون عبر حدود البحر المتوسط في إطار برنامج التعاون الإقليمي الجديد مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2021-2027. يهدف البرنامج التعاون الإقليمي الجديد إلى دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني، ليس فقط من خلال إتاحة المنح، ولكن أيضا من خلال خلق شراكات مع نظرائهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، بما يسمح بتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط محققة أعلى مستوى منذ نهاية نوفمبر الماضي لتسجل ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.36% لتبلغ 83.55 دولارا للبرميل، وأيضا لتصل إلى أعلى مستوى منذ 30 نوفمبر. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 84% بالمئة لتبلغ 78.01 دولارا للبرميل، وذلك أيضا في أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.40% لتبلغ 2.83 دولار للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.48% لتبلغ 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا خفضت صادرات النفط والمنتجات النفطية طوعا بنحو 500,000 برميل يوميا في يناير. وأضاف نوفاك أما سوق النفط العالمية متوازنة، لافتة إلى أن صادرات بلاده النفطية إلى الهند وهي من كبار المستوردين تسير وفقا للمقرر. جاءت تصريحات نوفاك بعدما ذكرت تقارير أن عشرات النقلات المحملة بنحو 10 ملايين برميل من خام سوكول الروسي علقت قبالة سواحل كوريا الجنوبية منذ أسابيع. قال ألكسندر دوكوف الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم الروسية إنه لا يرى حاجة لتخفيضات إضافية في إنتاج النفط من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، وذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة بشأن سياسة الإنتاج. وأقرت أوبك بلاس في نوفمبر الماضي خفضاً طوعياً للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تقود السعودية الخفض بنحو 1 مليون برميل يومياً. نهاية أخبار اقتصاد، عود من جديد إلى صحر وحكمة. محمد عبد الله شكرا لك. وبالأخبار الاقتصادية نصل إلى نهاية نشرة السادسة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي ويوجه بالعمل على رفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي. لليوم 13 بعد المئة على التوالي، قوات الاحتلال توصل استهداف منازل الفلسطينيين في غزة وترتكب 18 مجزرة في يوم تسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. بعد تهديد إسرائيل بمنع وكالة الأونروا من العمل في غزة، حماس تندد بالتهديدات، ورام الله تطالب الدول التي أوقفت دعمها للوكالة بالتراجع. إذن انتهت نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء في أمان الله.